الشيخ محمد محمود. المظهرة على الدين كله صلوات الله عليه وسلامه ما همت الأمطار وجرت الأنهار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، لا سيما أبا بكر صاحب الغار، وعمر فاتح الأمصار، وعثمان شهيد الدار، وعليا قامع الأشرار، والمهاجرين والأنصار، والتابعين الأبرار، ما تعطرت الأفواه بالصلاة والسلام على المختار. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد أن وفقتنا للقيام بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على نعمة الإدراك، نعمة الإدراك هي أجل النعم التي حبانا الله عز وجل بها، التي وهبها الله إيانا، ولا يدرك جلال هذه النعمة وعظمة هذه النعمة ليوحد الله ويكبر الله سبحانه وتعالى إلا من سمع حديث طلحة بن عبيد الله. حديث طلحة قال رضي الله تعالى عنه: أسلم رجلين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا غير مجبر في الجهاد في ساحة الوغى والميادين، مات شهيدا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم مات أخوه بعده بعام كامل، فنمت في ليلة فرأيت فيما يرى النائم أن سوق الجنة قد قام، وإذ بمناد ينادي من على باب الجنة إلى الذي مات متأخرا ليدخل الجنة قبل الذي مات في أرض الوغى والميدان. فتعجبت من ذلك وأصبح يحدث الناس بذلك، فبلغت المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حبيبكم، خرج عليهم وقال: مما تعجبون؟ من أي شيء تعجبون؟ تعجبون من هذا الذي مات على فراشه كما يموت عوام الناس ودهماؤهم أنه دخل الجنة قبل أخيه الذي مات في أرض الوغى والميادين؟ أتعجبون من ذلك؟ أوليس قد عمر بعده سنة؟ قالوا: نعم. قال: وأدرك رمضان؟ قالوا: نعم. قال: فصلى وصام كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، إنما بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض. اللهم لك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد أن وفقتنا للصيام والقيام. كم من إنسان أمل أن يصوم هذا الشهر فتخطفته سهام المنون لا بملكة،
حياتي، من المقبول منا فنهنيه ونبشره، ومن المطرود فنعزيه. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حق لكم الآن أن تفرحوا، ولم لا؟ وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولم لا؟ وهو يدخل من باب الريان ولا يدخل منه أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرحة إخوة الأحباب لا تكون في المعاصي، تكون في اللهو الحلال، تكون في اللعب، مداعبة الصبيان ولعب الأهل ولعب الأولاد، يكون كل ذلك في الحلال. فاحذروا، احذروا. فالمقبول في رمضان الذي أعتقت رقبته من النار في رمضان، كيف أعلم؟ هل هناك علامات؟ نعم، الذي قبل في رمضان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، تجده موفقا للعبادة بعد رمضان، موفقا للطاعة بعد رمضان، يستمر على ما كان عليه في رمضان. أما الذي ببداية أول يوم من أيام شوال ومن أيام العيد المبارك يلعب ويلهو في الحرام، يفرح بالمحرمات، يستحل ما حرم الله، ينتهك حرمات الله ويتجرأ عليه، هذا لم يقبل. اللهم إلا إن قدر الله شيئا آخر. أيها الإخوة الأفاضل، الفرح يكون بطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح عندما تنفس كربة من كرب المسلمين. من نفس عن مؤمن كربة أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها الإخوة الأفاضل، تذكرون حديث الرجل الذي، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، حق لمثل هذا أن يفرح الذي لا ينتهك حرمات الله عز وجل، فلتكن مثله في هذه الأيام. أيها الناس احذروا، فإن الشيطان قد فتحت سلاسله، فتحت السلاسل التي قيد بها طوال شهر رمضان، ويسير بين الناس بالإغواءات، يسير بين الناس بالوسوسة. فاحذروا أن ينزغ الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلكا. أيها الإخوة الأحباب، أيها الأفاضل، هذا عيد المسلمين، عيدنا، لابد فيه من أن نصل فيه، أن نصل الأرحام التي لطالما قطعناها، التي لربما هي من أول أسباب الفساد في الأرض، من أول أسباب الغلاء، ومن أول أسباب سفك الدماء، ومن أول أسباب الفساد في الأرض قطع الأرحام. قال ربي: وأجل القول قول ربي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فسمى الله تقطيع الأرحام فسادا في الأرض. تأتي صلة الرحم يوم القيامة تقف على الصراط بعدما يعطي الله كل إنسان حقه، فتقول صلة الرحم: يا رب وأين حقي؟ فيقول الملك الكريم:
ألا تحبي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال لها لك ذلك. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا الأرحام التي قطعتوها ولا التي قطعتموها، ولا تسمى الرحم رحما، ولا تسمى الصلة صلة إلا للمقاطع. أما ما يظهر عند الناس أقول له هل وصلت رحمك؟ يقول نعم، ذهبت إلى عمي الذي أتى إلي وقدم العدية والأموال إلى أولادي، فذهبت إليه لأرد هذا المال إلى أولادي. ليست هذه صلة للأرحام، إنما صلة الرحم تكون للذي يصل، للذي تصله ولا يصلك. صلة الأرحام تكون للذي قاطعك، ليس الواصل بالمكافئ. أن تأتي إلي فأتي إليه، تقدم إلي هدية أقدم إليه، تقف إلي في محنتي أقف إليه، تقف معي في فرحي أقف معك. ليست هذه صلة للأرحام، ليس الواصل بالمكافئ. احذروا من أن تضيعوا صيامكم وقيامكم وحسناتكم، احذروا من أن تشيعوا الفساد في الأرض بتقطيع الأرحام يا رعاكم الله. ومن الأسباب الإخاء والألفة والمحبة والمودة فيما بيننا. أيها الإخوة الأفاضل، لطالما وقع شجار ووقعت شحناء بين المسلمين وبعضهم البعض. احذروا هذا الأمر، فإن الأعمال إلى الله ترفع إلا لرجلين أو إلا لعبدين متشاحنين. احذروا يا رعاكم الله، صافحوا بعضكم البعض، سلموا على بعضكم البعض، قدموا الهدايا لبعضكم البعض، ابتسموا في وجوه بعضكم البعض. الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة، وأنت مأمور بها من حبيبك صلى الله عليه وسلم. من لم يستطع، إن لم تستطع أن تتصدق بفلوسك فتصدق بدروسك، فالدروس والأسنان ليست عورة. أيها المسلمون، لا تنسوا أهلكم، وسعوا على أولادكم، وسعوا على زوجاتكم، اذهبوا إلى ذويكم الفقراء الذين لا يجدون ولا ويتعففون من أن يسألوا الناس إلحافا، اذهبوا إليهم فصلوهم، قدموا إليهم الهدايا، قدموا إليهم الأموال، قدموا إليهم الإعانات. وأخيرا أيها الإخوة الأفاضل، لا تنسوا إخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، من هدمت بيوتهم ومزقت أشلاؤهم، من فقدوا الغالي والنفيس، لا تنسوهم من دعائكم، لا تنسوا هؤلاء المستضعفين في الأرض من دعائكم. أيها الإخوة الأفاضل، كبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم. كبروا الله واحمدوه واشكروه، واذكروا الله عز وجل، وداوموا على صيام الست من شوال، فإن صيام رمضان اليوم بمئة، اليوم بعشر أيام، 30 يوما متواصلة ب300 يوم، والستة أيام من شوال بستة أشهر، فكأن بستين يوما، فكأنك صمت الدهر كله، كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر كله. أيها الإخوة الأفاضل، العيد ما العيد، ما العيد حقا إلا أن نعود لديننا، ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود قدسنا المفقود، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنامل وهو معقود، ما العيد إلا أن يرى في الأمة، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنامل وهو معقود، ما العيد حقا إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. كونوا دعاة للفضيلة واعلموا، كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد.
أيها الإخوة الأفاضل، افرحوا بهذه الأيام المباركات، افرحوا أن من الله عز وجل عليكم بمقدم وببلوغ شهر رمضان، وبأن بلغكم الله عز وجل هذه الأيام المباركات. افرحوا وسعوا على أنفسكم، وسعوا على أولادكم يا رعاكم الله، صلوا الأرحام، تصدقوا على الفقراء والمساكين، اذكروا الله سبحانه وتعالى وكبروه واحمدوه على نعمه وآلائه، تصافوا فيما بينكم وبين البعض، قدموا الهدايا. ونعود مرة أخرى أخيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من مكة إلى المدينة، أول ما فعل أخى بين المهاجرين والأنصار. والوقت لا يتسع لذكر شيء أو لذكر نموذج مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا إلى الحق وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا يا رب إلى الحق ردا جميلا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم آوي المستضعفين، اللهم وفر أعراضهم، اللهم وفر أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم وأمن خائفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك وعزتك وجبروتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعله نقمة على أعداء الله عز وجل، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلها أياما مباركات فرحا وسرورا على أمة الإسلام. رب ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والزلازل والبراكين والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.